قادر اتكلم النهارده. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن نظريه السوبر بوزيشن. في صوت ليه؟ هنتكلم عن السوبر بوزيشن ثيري وهنتكلم عن سيفن ثيري. سيفن طبعا مش هنخلصها النهارده، هنتكلم عن كيس 1 بس. السكشن الجاي هنكمل سيفن وحاجه اسمها الماكسيمم باور، كده نبقى خلصنا الريزولت او خلصنا الدي سي سيركتس عموما. ونبدا بعد كده الجزء التاني اللي هو الاي سي سيركتس. طيب ايه نظريه؟ تحطوا حد فين ساكن في المنطقه؟ لسه ما خدناش على حاجه. سكر سيفن سيفن. سيفن ماكسيمم باور. لا ناقص لكم الماكسيمم. خلصتوا اصلا جزء الدكتوراه؟ ايه؟ في صوت ليه؟ في صوت ليه؟ باشمهندس مش انا بتكلم؟ يعني انا مجرد بسال واحد سؤال بيرد عليا واسكت، يعني مجرد ما لاحظ ناس كنت بتتكلموا. شلت ال 9 فولت ده وسبت ال 6 فولت واحسب الفولتج على الريزستنس دي. قبل بس ما احسبه، هل الفولت ده هيطلع زي ده؟ لا، دي دايره ودي دايره مختلفه، فده اسمه في اكس داش. ما ينفعش اسيبه اسمه في اكس، ممكن تسميه في اكس 1 في اكس داش اي حاجه، بس هو فاريبل جدا. طيب في اكس داش ده احسبه ازاي؟ لو خدت ال 10 وال 10 دول بارلل هيبقى ده 6 فولت، 10 اوم ودي 5 اوم، والفولتج اللي عليها هو الفي اكس داش. طيب الفي اكس داش هيساوي 6 في 5 على 15 هيطلع 2 اوم. تمام كده؟ طيب ده الفولتج نتيجه السبلاي الاولاني لوحده. طب الفولتج نتيجه السورس الثاني، هنروح شايلين ال 6 نسيب السبلاي 9 فولت، نحسب الفي اكس. هل الفي اكس ده زي ده؟ طب هل زي ده؟ يبقى لازم نسميه اسم ثاني، نسميه في اكس دبل داش. الفي اكس دبل داش ده هيطلع 3 فولت. تمام كده؟ طيب انا بقى كنت عايز احسب ايه اصلا؟ الفي اكس في الدايره اللي فيها تو سورسز. قال لك الفي اكس ده بيساوي الكونتريبيوشن بتاع السبلاي الاولاني اللي هو اسمه في اكس داش، زائد الكونتريبيوشن او الشير بتاع السورس الثاني اللي هو الفي اكس دبل داش، او الفولتج نتيجه السبلاي لوحده زائد الفولت نتيجه السبلاي لوحده.
بالفولت بالدايره اللي فيها الريسورسز دول ممكن تحسبه نتيجه سبلاي كل سبلاي لوحده وتجمعهم هيطلع 2 3 5 فولت تمام كده. طيب الناس فهمت حسبناه ازاي؟ طب انا عايز اتاكد فعلا من السورس ان لو حليت الدايره دي كامله اللي هي فيها الريسورسز عايز اتاكد ان لو حليتها الدي اكس هيطلع ب 5 برضه. تعالى نحلها بقى كامله. الناس فهمت يعني ايه سوبر بوزيشن؟ طيب ده عامل زي ايه؟ بالمناسبه السوبر بوزيشن ده مبدا او برنسبل بيستخدم في حاجات كتير مش في السيركتس بس. يعني مثلا ماده زي الفيل لما بيكون عندك كذا سورس للالكتريك فيل بوينت تشارج لاين تشارج سيرفيس تشارج وعايز تحسب الالكتريك فيل ده عند نقطه بتحسبه ازاي؟ بتحسبه نتيجه البوينت لوحدها نتيجه اللاين لوحده ونتيجه السيرفيس لوحده وتجمع صح كده؟ طيب هنا نفس الكلام ده عندك كذا سبلاي تحسب الفولت نتيجه السبلاي لوحده السبلاي لوحده وتجمع. فالسوبر بوزيشن برنسبل ده دي حاجه بتستخدم في حاجات كتير غير السيركتس تمام كده؟ طيب هو قال لك بقى النظريه دي ابلاي في انهي سيركتس؟ اللينير سيركت صح كده؟ يعني ايه لينير سيركت؟ مش الكترونكس ماشي برضه يعني ايه؟ بتقولي لي هي مش الكترونكس هي ايه بقى؟ العلاقه بين الفولت والكرنت صح. طيب لينير سيركت دي يعني ايه؟ لينير سيركت يعني الاليمنتس اللي في السيركت دي لينير يعني V equals IR اه بالظبط زي V equal IR linear circuit يعني يكون جواها linear elements. طب يعني ايه بقى linear elements؟ linear element يعني الاليمنت ده علاقة الفولت والتيار مع بعض linear يعني ده linear. ايه الاليمنتس اللي فيها؟ مقاومات اللي توصل مع السبلاي المقاومات. هل علاقة الفولت مع التيار في resistance linear؟ علاقة الفولت بتاعت الريزيستنس V equal I for R لو رسمناها تطلع كده ده V ده I هيطلع لينير V equal I for R. فعشان علاقة الفولت بالتيار لينير في الريزيستنس الدائرة دي لينير بينفع تحل بالسوبر بوزيشن تمام كده؟ طيب لو السيركت دي مش لينير يعني مثلا فيها حاجة من حاجات الالكترونكس علاقة الفولت بالتيار في الدايود والثيريستور والترانزستور ده حاجات الالكترونكس يعني ما بقاش في ايكوال اي في ار ولا ما بقاش حاجه لينير دي حاجه فيها اكسبوننشال حاجه فيها لين تبقى حاجه مش لينير ساعتها ما ينفعش استخدم السوبر بوزيشن تاني تمام كده؟ طيب عايزين نقول تعريف تاني لللينيرتي. قال لك هو علاقه الفولت بطريقه لينير او بطريقه ثانيه ممكن نقول ان الويف فورم بتاعت الفولتج والكرنت زي بعض. يعني انت عندك الفولت بتاع السبلاي اللي هو 6 فولت ده او مش السبلاي 6 فولت الفولت بتاع الريزيستنس وتيار الريزيستنس فولت الريزيستنس عامل ازاي كده صح؟ تيار الريزيستنس اللي عامل ازاي؟ خط مستقيم خط مستقيم برضه. طالما الويف دي زي دي يبقى الدايره ايه؟
linear. طيب لو مثلا عندك الفولت كده والتيار يجيب ماركر تاني داخل كده اهو. شكل الويف دي ايه؟ ساينوسويدا ودي ساينوسويدا ازاي؟ طالما الفولت والكارت ليهم نفس الشيب ليهم نفس الويف فور يبقى الدايره دي حتى لو اتشكل يعني حتى لو ده مش بادئ من السيرف متشكل شويه برضه الدايره دي يبقى يا اما علاقه الفولت بالتيار دي او الاثنين ليهم نفس الويف فور نفس الويف فور كده. طيب نفس شكل الويف يعني. طب لو مثلا الفولتج كان كده ترانجولر ويف بس الكرنت كده مش زي بعض يبقى الدايره دي ايه؟ مش تنفع. طيب تعالوا بقى كده نقرا التعريف تاني ونشوف هنفهمه ولا لا. The voltage or current across an element in a linear circuit. عرفت يعني linear circuit is the sum of voltages or currents in the element due to each independent source connected to it. كده فاهمين؟ كده فهمنا التعريف ده لما بنقراه؟ ولا في حد مش فاهم؟ تمام. يبقى لو عايز تحسب voltage أو current على element ممكن تحسبه نتيجة كل independent source لوحده. وتجمع الفولتج ده زائد الفولتج ده او الكارنت ده زائد الكارنت ده هيطلع لك الفاريبل اللي انت عايزه. تمام كده؟ طيب حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ واحنا بقى بنحل المسائل كده عايزين نعرف كام حاجه. اول حاجه لما انا بسير او بحل الدايره فيها سورس بكون عامل للتاني حاجه اسمها دي اكتيفيشن. بطفي السورس التاني ده، يعني 9 فولت ده انا عملت له هنا ايه؟ دي اكتيفيشن. وهنا كنت عامل لل 6 فولت دي اكتيفيشن. يعني ايه دي اكتيفيشن للسورس؟ دي اكتيفيشن للسورس يعني تخلي الفاليو بتاعته بصفر. ده هنا فولتج سورس ولا كارنت سورس؟ فولتج سورس. اخلي قيمته بصفر ازاي؟ يعني فرق الجهد بين النقطتين دول كام؟ 9. عايز اخلي قيمته بصفر، اعمل ايه؟ اخلي الفولت بين النقطتين دول بصفر ازاي؟ اوصل ما بينهم بشورت سيركت، صح كده؟ بس فبعمل دي اكتيفيشن للفولتج سورس عن طريق ان انا اشيله احط شورت سيركت عشان الفي يبقى بصفر عشان قيمته تبقى بصفر عشان اطفيه عشان اعمل له دي اكتيفيشن. طب لو عايز اعمل دي اكتيفيشن لكارنت سورس اخلي الكارنت سورس قيمته بصفر ازاي؟ يعني اخلي التيار اللي ماشي هنا في البرانش ده بصفر ازاي؟ اخليه اوبن سيركت. يبقى انا لو عندي فولتج سورس اخليه شورت سيركت ولو عندي كارنت سورس هشيله واحط مكانه اوبن سيركت او اشيله يعني مش هحط مكانه حاجه هشيله. ده كده الدي اكتيفيشن عشان احنا بنحل مسائل. طيب تاني حاجه بيقول لك الديبندنت سورسز مش بيحصل لها دي اكتيفيشن. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي دلوقتي نفس الدايره دي كده بس زودت عليها مثلا ديبندنت سورس كان اسمه مثلا 3 دي نوت وده مثلا الدي نوت. لما اجي احل الدايره دي احلها كام مره؟ مرتين. مره 6 موجود وده معمول دي اكتيفيشن، مره 9 موجود وده اللي معمول دي اكتيفيشن. طب ده شايفه في القصه دي خالص تمام كده؟ طيب ليه؟ قال لك انت لو جيت تعمل دي اكتيفيشن للسورس ده خلي قيمته بصفر. يعني ايه قيمته بصفر؟ يعني لو انت في نوت يبقى بصفر. ده معناه ان في نوت بكام؟ صفر. طيب في نوت بصفر يعني ايه؟ يبقى ماسك ديت حط مكانها ايه؟ فولت هنا بزيرو.
فانت لما بتشيل لما بتعمل دي اكتيفيشن للديبندنت سورس عشان هو بيعتمد على حاجه ثانيه فبتلاقي بيأثر على اليمنت ثاني بيضرب لك حاجه ثانيه في الدايره فما بنعملش دي اكتيفيشن ده تمام كده ايه اللي بنعمله دي اكتيفيشن الاندبندنت بس الريزستنس اللي في الاي نوت دي ما كده الاي نوت بصفر ما خلاها شورت سيرك لا عشان الاي نوت هو كمان هيبقى صفر لان دي على ورق زيرو ال بي بزيرو والاي بزيرو يعني انا هخليها اوبن سيركت والفولت على الاوبن سيركت دي بزيرو تمام كده طيب يبقى مش تاني حاجه اول حاجه بنعمل دي اكتيفيشن للاندبندنت بس نحط الفولتج سورس شورت سيركت الكرنت سورس بشيله خالص واسيبه اوبن سيركت الديبندنت سورسز مش بيحصل لها دي اكتيفيشن اخر موس بقى خلي بالك منها الباور ما بتتحسبش بالسوبر بوزيشن امال ايه اللي بيتحسب بالسوبر بوزيشن الفولت والجار يعني ايه انا هنا حسبت الدي اكس داش الدي اكس دبل داش وجمعتهم ده كده سوبر بوزيشن ولا لا طب لو كنت عايز احسب التيار ده مثلا اللي اسمه اي اكس ينفع احسب الاي اكس داش والاي اكس دبل داش واجمعهم يطلع اي اكس بكام ينفع ما ينفع تحسب التيار والفولت ينفع تحسب باور لا طيب اللي انا هعمله ده غلط اللي انا هعمله ده هو اللي ما ينفعش تمام كده بس هوريك هو نقصه ايه ان ما ينفعش الباور تحسب بالسوبر بوزيشن يعني ينفع احسب الباور دي للسورس ده والسورس ده واجمعهم يطلع لي الباور دي لا يعني لو قلت هنا البي داش هي البي اكس داش اللي هي 10 فولت سكوير على الار اللي هي ب 10 بتطلع كام 0.4 طيب لو حسبت البي دبل داش هتطلع 3 سكوير على 10 اللي هي 0.9 تمام كده طب الباور اللي انا عايزها بتاعت الريزيستنس ال 10 اقول بتساوي ايه البي داش زائد البي دبل داش اللي هي 0.4 زائد 0.9 هيطلع 1.3 صح كده ده غلط ايه الدليل تعال احسب كده البي البي الباور بتاعت الريزيستنس ال 10 اقول من هنا هو الفولتج بكام 5 سكوير على 10 بكام 2.5 هل الباور بديل السورس ده زائد ده طلع 2.5 فالباور ما بتتحسبش السوبر بوزيشن اللي انا كاتبه الاحمر ده ايه غلط تمام كده ما ينفعش تحسب الباور اللي بديل السورس ده والباور اللي بديل السورس ده وتجمعهم انت بتعمل كده في الفولتج وفي الكارنت الباور لا طيب هقولها سريعا لقطها لقطها ما لقطهاش خلاص احنا قلنا الفولتج والكارنت بتحسبه بالسوبر بوزيشن عشان علاقه الفولت بالتار لينير هل علاقه الباور بالفولت او التار لينير هي في سكويرد على ار او اي سكويرد فور فمش هينفع تقول ان 3 سكويرد على 10 زائد 2 سكويرد على 10 هي 3 زائد ال 2 الكل سكوير على 10 ده مش هو ده تمام كده طيب هل لازم يكون عندي 2 سورسز بس لا ممكن يكون عندي اي عدد من السورسز 3 4 20 اي حاجه طب لو انا عندي 3 كنت اعمل ايه التقسيم الديبندنت سورس واحد شغال الباقي مطفي بعد كده اروح مشغل الثاني واطفي الاثنين اللي فاضلين كده شغل الثالث واطفي الاثنين اللي فاضلين يبقى بتسيب ايه كل مره سورس بتحله تمام كده يعني ده مش ابلايد على 2 سورسز بس ابلايد على اي عدد بس ولا حاجه حد عنده سؤال؟ نبدأ يعني في المسألة؟
اول مساله عايز اكسب البي نوت دوت باستخدام السوبر بوزيشن. اول حاجه اعمل ايه؟ اخلي كل سورس لوحده شغال الاول، وبعد كده اجيب الفولتج اللي في كل سبلاي واجمعها. فاول حاجه مثلا هنخلي السورس ده هو اللي شغال وظهر فيه. طيب هتركب له كده ايه؟ اول حاجه راح قايل ال 18 فولت سورس از اكتف، ده اللي هيبقى شغال. لكن ال 6 امبير ده هتعمل له دي اكتيفيشن. دي اكتيفيشن يعني ايه؟ اوبن سيركت. اوبن سيركت يعني مش هعمل خالص، هيبقى قايل الريزيستنس ال 2 اوم دي وال 2 اوم ديت وال 1 اوم اللي انا عايز احسب الفولت بتاعها، ده كده اسميه ايه؟ ينفع اسميه في نوت؟ اسميه اي حاجه، في نوت واحد، في نوت داش، اي حاجه، في نوت اكس. طيب احسب الفي نوت داش ده ازاي؟ بالمش برودكشن، صح. طيب بص بقى، من هنا ورايح انت هتستخدم في السوبر بوزيشن وسيفرين طريقه بالمزايا كده. ازاي؟ انا في الاول كنت بقول لك حل الكي في ان لوكسين عشان انا بعلمك الكي في ان لوكسين، حل بالريدكشن عشان انا بعلمك بالريدكشن، حل بالمش عشان انا بعلمك المش. السوبر بوزيشن ده تكنيك بتتعامل بيه مع الدايره. انت بتحسب الفولت نتيجه كل سورس لوحده، لكن قلت لك هتحسبه ازاي؟ فلما يجي لك مساله السوبر بوزيشن انت اللي هتختار تحل ازاي؟ سيفن انت كنت بتحسب حاجه اسمها الفي اوبن سيركت والاي شورت سيركت. انا ما قلتلكش تحسب ازاي الفي اوبن سيركت والاي شورت سيركت. فانت بعد كده الحاجات اللي جايه انت اللي هتختار تحل ازاي. وممكن على فكره يجي لك مساله من المسائل القديمه اللي هي مش سوبر بوزيشن ومش سيفن ومش ماكسيمم باور، وبرضه يسيبك انت اللي تختار تحل ازاي. زي كده اول مساله في الميد تيرم. طيب فانت هتتحط قدام اختيار، هتتحط قدام اختيار انك تختار تحل ازاي. ده هتتحط قدام وهتتحط قدام في الفاينل، لازم مستحيل ما تتحطش قدام الاختيار ده. السؤال بقى احنا بنختار طريقه ازاي؟ احنا اصلا خدنا كام طريقه نحل بيها السيركت؟ سته؟ لا مش سته، خمسه. خمسه مين يزود؟ طيب مش عايز ذنب، مش عايز ذنب، خدنا خمس طرق. ايه هما؟ كي في ان وكي سي ان برودكشن سورس ترانسفورميشن والمش والنودل. هتقول لي ما في سوبر بوزيشن، في سيفن، في ماكس اند باور. لا، ده تكنيك بتتعامل بيه مع الدايره، بتهندل بيه الدايره، انك بتحل الدايره كل سورس لوحدها. لكن هل انا قلت لك تحسب الفولت نتيجه السورس ده ازاي وده نتيجه ده يعني نتيجه السورس الثاني ازاي؟ لا، فانت بتحسب فولت وكرنت باستخدام الخمس طرق اللي خدناها قبل المتر. طيب انا عندي هنا دايره، اختار احلها ازاي بقى؟ دلوقتي لما بيكون عندك سورس واحد بس وشويه مقاومات، اسهل طريقه غالبا الريدكشن. طيب هل المش تنفع؟ اكيد. والنودل تنفع؟ اكيد برضه. كيف ان كيس ان تنفع؟ مش هتقول لا، مفيش حاجه مش هتحلها لان دي دايره عميقه. بس اسهل حاجه ايه؟ الريدكشن. اكيد اسهل من ان انا اطبق مش هنا ومش هنا واطبق كيف ان. اكيد الريدكشن اسهل، مفيش اسهل، مفيش اسهل من انك تجمعهم سيريس وبدل. تمام كده؟ فلما بيكون عندك سورس واحد وشويه مقاومات بتحل بالريدكشن. لو انا هحل بالريدكشن هل انا ملزم احلها؟ استنى. طيب استنى عشان ما تقطعش الكلام، بس هسمعك في الاخر والله. طيب لو انا عندي سبلاي تاني، لو انا عندي في الدايره سبلاي تاني غير ده، هل كنت اعرف احلها بريدكشن؟ يعني انا عندي هنا جايبين لنا سورس في النص، ينفع احلها ريدكشن؟ لا. طب ساعتها احل بايه بقى؟ هلجا للطرق اللي بتحل اي دايره.
ايه هي الطرق اللي بتحل اي دايره؟ جيف ان لو كيس ان والمش والنودل. السؤال جيف ان لو كيس ان اسهل ولا المش والنودل؟ المش والنودل. ليه؟ جيف ان لو كيس كيف ان لو كيس ان تقعد تفكر فيها، تقعد تفكر فيها كرنس، تقعد تقول انا هطبق كيف ان فين الاول وكيس ان فين الاول. لكن المش والنودل سيستماتيك جدا، تعمل نفس الخطوات، ضع لك ايكويشنز بتحلهم خلاص. فغالبا مش شرط، غالبا مش شرط لما يكون عندك دايره فيها اكتر من سورس الريدكشن ما تنفعش، هروح نفكر في مين؟ في المش والنودل. كيف ان لو كيس ان تنفع؟ اه تنفع. طب هي الاسهل؟ غالبا لا، ممكن تكون اسهل بس غالبا لا، غالبا المش اسهل والنودل اسهل. فانا دلوقتي هفكر ازاي؟ اول حاجه ريدكشن لو سورس واحد وشويه مقاومات، لو لقيت سورس تاني اول حاجه تروح لها دماغي مش ونودل. طب كيف ان لو كيس ان تنفع؟ اه ساعات بتكون اسهل. تمام كده؟ طيب السؤال بقى، طالما انا دماغي هتروح للمش والنودل كتير، مين اسهل المش ولا النودل؟ لا المش ده دي مشاعرك انت، دي احاسيسك انت، على حسب عدد المعدات. يعني لو المساله هتتحل بثلاثه مش، لكن لو احلها بنودل هتطلع نودل واحده، نودل واحده يبقى النودل اسهل. ليه؟ حل معادله ولا حل ثلاثه؟ حل معادله. فعلى حسب عدد المعدات. لو برضو العكس، لو هي تحل في اثنين ثلاثة نودل بس بالمش هتحل باثنين بس بدل ثلاثة نودل، يبقى المش اسهل. طب لو عدد المعدات تساوى، يعني هي هتتحل بالمش في معادلتين، هتحل في النودل برضو معادلتين، ساعتها المش بتبقى ايه؟ اسهل، عشان المعادلات المش بالنسبه لكم اسهل. تمام كده؟ طيب يبقى لو عندي سورس واحد وشويه مقاومات بفكر او بحل بالريدكشن، مفيش اسهل من انك تجمع سيبس وبارلل. لو عندك اكثر من سورس بتشوف معدلات المش اقل ولا النودل اقل وتحل مش او نودل. وممكن نادرا يعني ان جيب ان وكيس ان يكون اسهل من مش ونودل في بعض المسائل، وغالبا مش هتلقط، يعني غالبا مش هتلقط ان الجيب ان وكيس ان اسهل، بس يعني على الله، يعني في ناس بتبقى شاطره وبتعرف تعمل. طيب في طريقه بقى انا سقطتها ما قلتهاش خالص، السوبر ايه؟ السورس ترانسفورميشن. هقول لك ايه لازمته في النص، يعني بعد واحنا بنحل مسائل كده هقول لك امتى بيكون مفيد، والحركه دي بتسهل عليك المساله بطريقه رهيبه، بس يعني هقولها في المسائل اللي جايه. اخر حاجه بقى، لو انا باشمهندس عايز اعمل ريدكشن بعد كده اكمل مش ونودل، ينفع؟ ينفع. انا قلت لك تحل ازاي؟ اتشقلب في الدايره، اتشقلب في الدايره، اعمل بقى سورس ترانسفورميشن، بعد كده اخد جمع شويه سيريس وبارلل وكمل الباك اب انه في سيل، او كمل الباك نودل ومش. ورينا بقى الاعجاز اللي انت كنت عايز تعمله لما كنت بحدد لك الطريقه. يعني انا بقول لك حل الكيف ان في سيت، تقول لي لا عايز اختصر. حل بالسورس ترانسفورميشن، عايز احل بالمش. حل بالمش، لا انا عايز اعمل النودل. بتعكسني. انا دلوقتي بقول لك اهو الدايره قدامك اتشقلب. حل باي طريقه او حتى الطرق مع بعض. عايز اشوف الابداع بقى. طبعا انت لما بقول لك عايز اشوف الابداع بتقول لي حدد لي الطريقه. طيب قلنا المسألة دي هتحل بإيه؟ بالريدكشن، تحل بالريدكشن ازاي؟ هنجمع نودة بارلل سيريس مع الأربعة، بعد كده فولتج ديفايد، يبقى تقول له الاثنين أوم بارلل مع الاثنين أوم سيريس مع الأربعة تطلع الخمسة، يبقى عندك هنا ريزيستنس خمسة سبلاي 18 والريزيستنس الواحد يوم اللي عايز تحسب الفولت بتاعه. طيب الفي نوت داش ده بالفولتج ديفايد هيبقى 18 وواحد على 6 هيطلع 3 فولت. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى المش ولا الريدكشن؟ اكيد الريدكشن. تمام كده؟ طيب بعد كده اعمل ايه؟ اسيب بقى ال 6 امبير واطفي ال 18، اطفي ال 18 ازاي؟ حط مكانه شورت سيركت، يبقى تاني حاجه كده بعيد منين؟ تقول له ايه؟ 6 امبير سبلاي از اكتف، هو ده اللي اكتف، هو ده اللي شغال، وتطفي التاني
ده هسميه في نوت دبل داش. تمام كده؟ ما ينفعش اسميه في نوت ولا في نوت داش. ونفسي نفسي في مره في مره قبل ما اموت اشوف الحل ده، اللي هو رقم واحد هنكتب السورس ده، رقم اثنين هنكتب الحل المنظم ده. لكن انا بقى بشوف ايه بقى؟ شغلطه وانظر للخلف لقيت الحل الحل في اول صفحه ويكون بادئ من تحت. اقسم بالله شفت ناس كاتبه من تحت فوق، يعني في خطوه فوق الاول تحت والخطوه اللي بعدها فوق. انا لسه فاهم على ازاي، يعني هو ليه كتب تحت في الصفحه الاولى؟ يعني انت لو كانت صفحه ثانيه ماشي، لكن انت لما دخلت الصفحه دي وسميت الله كده ليه بدات تحت؟ انا مش فاهم، يعني عايز افهم ده حصل ازاي. طيب انا بكره الشغلانه في الاسبوعين دول جدا، والله بكره، انا بحب شغل بس انا بكره الشغلانه في الاسبوعين دول. رب يخلصها. طيب نحل الدايره دي ازاي؟ لا تصححنا انت بقى كفي نفسك عايزين بقى. طيب درجات عامله ازاي؟ نحل بقى الفي نوت دبل داش ازاي؟ نوصل السورس بتاع 12 12 دوت وصلنا؟ اه خلاص يبقى بال بالكي سي ال سيركت برودكشن. ليه؟ سورس واحد وشويه مقاومات، اسهل حاجه برودكشن. طيب اعمل ايه؟ المقاومتين اللي بينهم مش عايز سند، مش عايز سند باشمهندسه. لو اتكلمت معاه تاني طلعت بره، نبهتك اهو بشخصك، لو اتكلمت تاني انت اللي غلطان في حقك مش انا. تمام؟ ايوه انت. ناخد الاثنين هوم ديت مع ديت بقى. طيب بعد ما خدت الاثنين هوم مع الاثنين هوم بارلل اعمل ايه؟ كارنت ديفايدر. لو قسمت الكارنت هنا على الكونتين دول هحسب الفولتج، اسمي ده اي اكس. الاي اكس ده هيساوي 6 امبير في المقاومه البعيده اللي هي 4 على 4 زائد 2 يطلع 4 امبير. طب الفي او دبل داش هيبقى 1 اوم في الاي اكس هيدفع 4 فولت. تمام كده؟ طيب عايز احسب بقى الفي نوت اللي هو ده، هيبقى الفي نوت داش زائد الفي نوت دبل داش، ده طلع ب 3 والثاني و 4 يبقى 7 فولت. في مشكله في اول مساله؟ ينفع بقى لو قلت لك هات الباور بتاعت الريزستنس تروح قايل البي داش 3 سكويرد على 1 والبي دبل داش 4 سكويرد على 1 تجمعهم، فبتحسبها ازاي؟ تقول البي بعد ما تكون حسبت البونت بالسول بوزيشن وجبته ب 7 تقول البار بكام؟ 7 سكويرد على 1 اوم اللي هي تدفع 49 اوم. تمام كده؟ طيب طبعا انت مش هتحل بالسوبر بوزيشن غير لو هو قال لك حل سول بوزيشن، لان مش من الذكاء انك تحل المساله أكثر من مرة. تمام كده؟ أمال أنت بتديها لنا ليه؟ صح؟ عشان نقدر بعديها. ليها سبب بس هتعرفها في الإي سي، يعني السوبر بوزيشن دي ليها فايدة في الإي سي، في مسألة مش هتحل بأي حاجة في السيركتس كلها غير بالسوبر بوزيشن. تمام كده؟ هنعرف فايدة إن نحل الدايرة أكثر من مرة إيه؟ لأن في مسائل مش هتحل غير كده. طيب. خش المسألة الثانية. Thank you.
ثاني مساله بيقول لك هات البي نوت والاي نوت باستخدام السوبر بوزيشن. المساله دي اتحكت كم مره؟ اثنين، مره والست قبل ده موجود، مره 30 فولت ده موجود. طب ده هتعمل له دي اكتيفيشن؟ طيب اول حاجه مثلا نحل ال 30 ده موجود، فتعمل دي اكتيفيشن للست، راح قايل له كده 30 فولت سبلاي اسال. نعمل ده اكتيفيشن ده ازاي؟ ها؟ هنشيل خليه بنسيت. طيب الفولت بتاع الريزستنس ستوري هنسميه اي نود داش وبي نود داش، والسبلاي ده يبقى 4 اي نود داش، تمام كده؟ طيب لان هو بيعتمد على تيار الريزستنس دي ايا كان، هو اي نود واي نود داش وبيعتمد على التيار بتاعه. طيب نحسب الاي نود داش والبي نود داش ازاي؟ الريدنفع ريدكشن هتفكر يا باشا نودا او كيف ان لو كيسين، تفكر في المشوى من نودا. احنا قلنا نقرر ازاي عدد المعادلات حل في كام مشوى؟ ايه كام نودا؟ واحد. يبقى حل نودا. طيب بص كده اللي تحت دي ريفرنس، اللي فوق دي ناقص 30. الصوت يا شباب، النود اللي في النص دي هنسميها مثلا بي 1. تجيب البي 1 يبقى كده حليت المساله. طيب نطبق كي سي ال عند البي 1. كي سي ال ايه؟ بي 1 هنجيب الكرنس اللي خارجه، عشان انا شفت حاجات جميله في الامتحان يعني. الكرنس ده بكام؟ بي 1 ولا 0 على 50. ودي 1 على 50. طب الكارت ده بكام؟ لو سمحت مش عايز نيجاتيف 4 اي نود داش. والتيار ده بكام؟ دي 1 ناقص 30 يبقى زائد 30 على 20. دي 1 زائد 30 على 20. طيب هل تعرف تحل المعادله دي وتطلع بي 1؟ لازم اي نود تاني نجيبه بدلاله النود. تروح قايل له كده الاي نود داش نجيبه بدلاله الدي 1. الاي نود داش ده احسبه ازاي؟ دي 1 على 50 هو التيار اللي ماشي كده، فهيبقى صفر ناقص دي 1 على 50، 0 ناقص دي 1 على 50 يعني نيجاتيف دي 1 على 50. سمي دي الايكويشن رقم 1. طيب عوض هنا يبقى في 1 على 50 ناقص 4 في اي نود داش هيبقى زائد 4 في 1 على 50 بلس في 1 زائد 30 على 20. الكلام ده بيساوي 0. الايكويشن في النور 1 تعرف تجيب الفي 1 بكام؟ هيطلع الفي 1 بنيجاتيف 10. نيجاتيف 10. طيب انت محتاج تحسب ايه؟ اي نوت داش وفي نوت داش. اي نوت داش انت كاتبه هنا اهو، تروح قايل كده هعوض واحد من واحد يبقى الاي نوت داش هيساوي نيجاتيف في 1 على 50 يبقى 10 على 50. ده هتطلع ب 0.2 امبير. طيب البي نوت داش بيساوي ايه؟ عشرة في الاي نوت داش بيطلع 2 نوت. كده حسبنا البي نوت داش والبي نوت والاي نوت داش. لو عديت السطور اللي انا كاتبها كده هتبقى سطر تاني والتالت،
طلعت بي 1 بالمناسبه بنفس السطر بس بعوض في المعادله ثاني اتفضل. وهنا هنلاقي ثاني برده اتفضل يعني ما كتبتش حتى سيلكت. طيب بعد كده نعمل ايه؟ نلف ال 30 ونشغل الكرنت سورس 6 امبير. نروح عايزينه كده زي ما انت هتعمل يعني 6 امبير سبلاي از اكت. وعايز احسب الاي نوت دبل داش والبي نوت دبل داش وده اسمه 4 نوت دبل داش. احسب الاي نوت دبل داش ازاي والبي نوت دبل داش ازاي؟ نوت. طيب هو هيبقى كام نوت؟ مش هيبقى كام مش؟ مش هيبقى مش ثلاثة بس في حاجة دي بسيرفر لا هيبقى اثنين النودل تاخد ريفرنس دي في 1 في 2 برضه هتبقى كده نحلها بايه بقى؟ ماشي نودل صح برضه. طيب ده كده اي 1 ده اي 2 ده اي 3 اي 1 6 امبير. بعد كده ينفع تطبق كيف الا هنا وهنا؟ طيب احنا عاملين ايه؟ نقول اي 3 ناقص 2 بالكرنت سورس ده اي 3 ناقص اي 2 يساوي 4 اي نوت دبل داش. لازم اعوض عن اي نوت دبل داش. اي نوت دبل داش ده بكام؟ هو الاي 2 صح؟ يبقى الكلام ده بيساوي 4 في الاي 2 ودي ال 4 اي 2 هنا يبقى ناقص 5 اي 2 زائد اي 3 يساوي 0. دي كده الايكويشن رقم 1. طبق بقى كيف ال السوبر مش رقم شغلته عليها كده بتبقى منظم. قول له ايه دي سوبر مش والله بقى عايزك تدرس الورقه دي الورقه اللي بتبقى المعكشه دي مبقاش عايز اقراها اصلا. طيب كيف ال والسوبر مش هيبقى 40 في الاي 2 ناقص اي 1 واي 1 ده بكام؟ 6 زائد 10 بكام؟ ها؟ اي 2 زائد 20 بكام؟ في اي 3 يبقى عندك 40 اي 2 و10 اي 2 50 اي 2 و20 اي 3 وناقص 6 في 40 تروح الناحيه الثانيه هتبقى بلس 6 في 40 اللي هي 240. ديت الايكويشن الثانيه لو حليته ما تجيب الاي 1 قصدي الاي 2 والاي 3 كام كده تبقى حليت الثانيه. لازم تحلهم مع بعض. ده اللي كنت هتساله تقريبا؟ معلش انا نسيت اقول لك طيب جزء دكتور وليم هو الجزء الوحيد اللي طول ما انت بتحل فيه لازم تحل الايكويشنز اللي دي تمام كده؟
عارفين الراجل اللي هو بيقول لك التكامل ده ايه؟ انت حابس اجابته هو بنص درجه ملهاش لازمه. فانت تسيب ما بتعرفش تحل المساله. انا جاب النص هو ده. انا كنت اقول كده والله. انت برضه الايكويشن ديت عليها درجتين كفي نفسك. انا حل المساله بس انت مش عارف تحل المساله. ترجع للدرجتين برضه. طيب بص دكتور عادل، بص دكتور عادل لو لقيت فيه معادلات تتحل مع بعض حلها بالآلة عادل. بس مش هتلاقي غالبا، مش هتلاقي غالبا، بس لو لقيت معادلات تتحل مع بعض حلها بالآلة عادل. بص دكتور وليد هو اللي بيحاسب على الخطوات بتاع الايه. بص دكتور نبيل لو لقيت معادلات محتاجه تتحل لو حلها برضه بالآلة، بس مش هتلاقي. هو بيحصل حاجه من الدين يعني، يا معادلات يا مش هتلاقي معادلات اصلا، ده الحل اللي هتلاقيه بنسبة 90%، أو إن هيطلع لك معادلات بس كومبلكس، فالآلة ما بتعرفش تحلها، بس أنت لازم تحلها. أنا ما بهزرش على فكرة، الآلة ما تحلهاش فعلا. Thank you.
ينفع ينفع اعمل اعملها دلوقتي. طيب فساعات ساعات في المسائل اللي مش محدد فيها الطريقه يعني انت هنا تحسب اي نقطه بالداش وفي نقطه بالداش انا قلت لك تحسبهم ازاي؟ لا صح؟ لو انا مش عايز احسب حاجه هنا مش عايز احسب حاجه هنا مش عايز احسب الفولت ده مش عايز احسب التيار بتاع الريزيستنس دي ينفع اعمل سورس ترانسفورميشن فبسط الدايره اقلل عدد اللوبس اللي في الدايره فتبقى الدايره كده ده بكام 46 42 فولت والريزيستنس دي هتبقى 40 ودي ال 10 اللي عايز تحسب الاي نوت داش الدبل داش بتاعها ودي نوت دبل داش وكده الدايره بقت تو لوبس صح؟ بالمناسبه لو عملت ترانسفورميشن دي كمان تبقى لوب واحد فتبقى ازاي؟ هنا 20 وده ديبندنت فولتج سورس 20 في 4 ب 80 اي نوت دبل داش لو طبقت كيفين هيبقى ناقص 42 زائد 40 و10 20 70 اي نوت دبل داش زائد 80 اي نوت دبل داش يساوي 0 يطلع الاي نوت دبل داش 1.6 بس وصلت؟ في بقى مسألة تكون كبيرة في الامتحان الدكتور وليد بيعمل الموضوع ده كتير يعني جيب لك مسألة فيها أربعة مش بس في كده اثنين مش منهم عبارة عن كارنت سورس وريزيستنس وانت تاني تأكد انت مش عايز تحسب الكارنت والفولت بتاع الترانشين دول فلو عملت لهم سورس ترانسفورميشن تلاقي ان الأربعة مش بقوا اثنين شوف اللي هيحل مسألة فيها أربعة مش هيقعد قد إيه في الامتحان واللي هيحل مسألة فيها اثنين مش هيقعد قد إيه تقريبا نص ساعة وعشر دقايق في فرق رهيب في الوقت تمام كده؟ طيب فخد بالك من التركات دي ان السورس ترانسفورميشن ممكن يقلل عدد اللوبس اللي في الدايرة طيب حد عنده سؤال في السوبر بوزيشن؟ حد عنده سؤال في الكلام ده؟ يبقى تاني احنا بنحل الدوائر بالريدكشن لو فيها سورس واحد لو فيها اكتر من سورس مش نودل وممكن قبل ما نستعجل نحل مش نودل نخلصها. طيب ينفع امسح ده؟ Thank you.
3 و 4 شيء مساله اول مساله في الميد تيرم دي مساله في الشيء وبس زود برانشين كده وبنسكت هو ده اللي بقى هم دول صوت كام شيء كده طيب ودي الطرفين A و B
عند الطرفين دول الار كوادر. طيب يبقى 5 10 10 ار 7 بكام؟ 10 فرد مع 10 بتطلع ب 5 سينس مع ال 5 اللي بره ديت تطلع 10. طيب يبقى الدايره دي equivalent للفولتج سورس كنت 9 فولت والريزستنس دي 10 فولت. تعالوا نرسم الكلام ده ونعمل عليه تشيك. انت دلوقتي راجل بتدعي ان الدايره دي جوفرنت دي او ليهم نفس الفي اي كاركترستكس صح كده؟ طيب واحنا سايبين الطرفين دول اوبن سيرفر طيب بكام؟ زيرو. طيب هنا بكام؟ زيرو. طب الفولتج على الطرفين دول بكام؟ 18 على 2 9. الفولتج هنا بكام؟ انا اسف دي 7 قلنا 9. الفولتج هنا بكام؟ 9. يبقى الاثنين بيطلعوا نفس الفولت دول كام؟ طب تعالوا نجرب كونديشن غير ده غير ان هو اوبن سيرك. تعال نحط شورت سيرك الجيب كام؟ زيرو صح كده؟ طيب الاي بكام؟ الاي هنا بكام؟ لو حسبنا الار كوفرنت دي نقدر نقسم الفولتج ده عليها فنجيب التيار ده ونروح عاملين كارنت ديفايد صح كده؟ طيب احسب لي كده الار كوفرنت 5 بدل مع 10 سيريس مع ال 10 شوف كده تطلع كام؟ طيب الاي بقى شورت سيركت بيساوي ايه؟ هيساوي ال 18 فولت على الار ايكوفلنت ده التوتال. اعمل كارنت ديفايدر يبقى هتضرب في 10 مع ال 10 زائد 5 شوف الكلام ده هيطلع بكام؟ 0.9 ماشي. طب الاي شورت سيركت من الدايره دي بكام؟ 10 9 على كام؟ على 10 0.9. يبقى لما حطينا برضه شورت سيركت طلع نفس يبقى الاثنين فعلا طلع نفس الفولت والكارنت. طب بلاش اوبن سيركت ولا شورت سيركت. حط ريزيستنس. طيب نحط ريزيستنس بكام؟ 5 اوم. وادي هنا 5 اوم. وعايزين نحسب ده نسميه مثلا اي اكس. سمي ده اي اكس. نحسب اي اكس ازاي بنفس الطريقه 5 و5 10 برد مع 10 5 سيريس مع 10 15 يبقى الار ايكوفالنت الجديده 15 اي اكس هيساوي 18 على 15 تعمل كارنت ديفايدر الاثنين قد بعض يبقى بنضرب في نص يبقى يطلع 2 هنا 9 على 15 على الثلاثة فوق وتحت يبقى هنا 3 على 5 يبقى 0.6. طيب الاي اكس من الثاني كام؟ 9 على 15 ده برضه 3 على 5 ده برضه 0.6. يبقى الفولت والكرنت عند الطرفين دول كانوا اوبن سيركت كانوا شورت سيركت كانوا اي ريزيستنس ليهم نفس الفي اي كاركترستكس طلع نفس الفولت والكرنت يبقى فعلا دي كوفرنت دي تمام كده؟ يبقى دي ايه؟ كوفرنت دي. ولو حطيت نفس السورس هيمشي هنا كارنت في الدايره، لو حطيت نفس السورس هيمشي فيه نفس الكارنت. الدايره دي كوفرنت دي، لو حطينا كارنت على الطرفين دول هيمشي فيه نفس الحاجه.
تمام كده؟ تسعة بورت دي؟ اه مالها؟ اتكلمي على ايه؟ كوفرت فين؟ خمسة اوم هنا؟ انهي دايرة؟ مش هيكون فيها ايه دي اصل دي؟ اه اه ليه بقى انا كده ليه الكوفرت ده معتها مع ايه؟ انا بحسب البي اوبن سيركت ده حاجة والاري كوفرت دي حاجة تانية. المرة لو كنت معتها هيتوزع عليها كوفرت لا 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 خالص مفيش اصلا فولت في الدايرة دي مفيش سبلاي كده دي دايرة فيها طرفين عايز احسب الفولتج عليها والفولت دي لوب صفر زي الفولت لوب 9 دي دايره عملت هنا شورت سيركت بقت دايره ثانيه خالص عايز اشوف الايكوفيرنت بين الطرفين دول مفيش فولت ولا تريف في اي واحده فيهم اصلا ماشي علشان هي سيريس معاهم عادي عشان لو حطيت حاجه هنا على الطرفين دول دي هتاثر عادي ففي الار كوفر انت بتدخل معاك عادي الار كوفر حاجه والبيوبل سيركت حاجه ده حاجه ده حاجه البيوبل سيركت الفولتج بتاع سيركت ففي الار كوفر بتدخل معاك عادي اصلا الدايره دي غير دي يعني ده ما فيهاش تيار ولا فولت دي ما فيهاش تيار ولا فولت لما عملت فيها كونديشن السورس ده وبرده دخلوا معايا في الار كوفر ماشي ما يزيد عادي الار كوفر ملهاش دعوه بالفولت هي فعلا متأثر لو جيت حطيت حاجة بعد السكشن بعد السكشن طيب لحد دلوقتي كده حد عنده سؤال؟ يبقى احنا فهمنا ان اي دايرة بس بشرط تكون ايه؟ لينير سيركت عشان الحاجات دي تحسوها اي لينير سيركت ينفع تختصرها لفولتج سورس سيريس مع ريزيستنس قيمة الفولتج سورس اللي هو في سيرك ده بيساوي ايه؟ ها؟ الديوبل سيرك مش الـ VEB اسمه ايه؟ الديوبل سيرك ماشي؟ طيب الـ R7 اللي هي ايه؟ الـ R equivalent بين الطرفين اللي بحسب عليهم ايه؟ 7 امتى؟ لما اعمل دي اكتيفيشن للـ Independent Source تمام كده؟ طيب Thank you.
طيب جاب لك الدايره دي بيقول لك هات على الطرفين يو بي شويه الحاجات دي. اول حاجه عايز الدي اوبن سيركت بكام؟ دي حاجه لازم نحسبها. عايزين نحسب الدي اوبن سيركت. نحسب الدي اوبن سيركت ازاي؟ اوبن سيركت بوت ناخد العشرة والعشرة دي في بارلل نعمل لها سورس ترانسفورميشن مع 3 امبير احنا كده ايه خلصنا بالبرانش اللي فوق ده تمام كده. وهنا ده الكلام ده بيساوي 0 فيبقى بوزيتيف وهنا بوزيتيف.
ده 20 على 25 على طول اصلا انزلوا لان الدال دي سيز. طيب فالاي واحد بيساوي 0.8 امبير. طيب البي اوبن سيركت هتعوض هنا هيبقى 15 زائد 20 0.8 امبير هيطلع 31 فولت. تمام كده؟ طيب تاني مطلوب كان عايز ايه؟ الار كوفرنت عند الطرفين او بي برضه بعد ما نعمل دي اكتيفيشن لده. تمام كده؟ طيب تعمل ده اكتيفيشن ده يبقى ايه؟ شورت سيركت وده هيبقى اوبن سيركت. يبقى المطلوب بي حد معترض او بلاش خلينا نسمع عادي. طيب
السير. احسبه ازاي؟ شيل السير. اول حاجه هشيل الريزيستنس دي، تمام كده؟ طيب عند الطرفين دول اعمل ايه؟ احسب سيفرن. وبعد ما احسب سيفرن اروح حاطط سته في دايره سيفرن واحسب منها الفينو. كده انا حسبت الفينو باستخدام سيفرن. يبقى اول حاجه بقيس النكت ايه؟ عشان هو عايز يحسب الفينو. لا استنى، عايز اسمع السؤال. انا دلوقتي عايز احسب البينوت ده بسيفن. لو مش عايز احسبه بسيفن انا اعمل ايه؟ البينوت ده انا لو عايز احسبه من غير سيفن انا اعمل ايه؟ خليها فيش او مين. هو عايز يحسبه بسيفن انا اعمل ايه؟ اشيل الريزيستنس وبشيل الدايره دي واحط سيفن واروح حاططها في دايره سيفن واحسبها من سيفن زي ما هنا. بدل ما احسبها من الدايره دي احسبها من دي بس. تمام كده وصلت؟ وصلت. يبقى اول خطوه في سيفن بالديسكونكت ايه؟ الالمنت. مش الريزيستنس. ممكن يكون سورس عادي، يعني ممكن احط هنا فولتج سورس واقول لك احسب الاي بتاعه، كارنت سورس واقول لك احسب الفي بتاعه، احسب الباور بتاعه. مش شرط يكون ريزيستنس وعايز احسب الفولتج. طيب بحسب ايه؟ اي حاجه، اي حاجه هنا اشيلها اجيب سيفن احطها في دايره سيفن محل عادي. يعني لو هنا قال لي انا حطيت مش 23 ولت، حطيت سورس 5 امبير، احسب الباور بتاعه. بتعمل ايه؟ احط هنا سورس 5 امبير، طبق كي في ال، اروح كام فولت واحسب الباور بتاعه. ينفع؟ ينفع. ماشي؟ لان دي ايكوفالنت لدي. تحط ريزيستنس، تحط سبلاي، تحط ايه؟ تحط كل. ينفع. قول. ايوه. لو ديبندنت سورس هيبقى في بارامتر هنا مش هتعرفي تجيبها بسيفن. بعدين حاضر ربع ساعة عايزين نحل المسألة. طيب أول حاجة هنشيل الستة كيلو ونحسب سيفن. لا
والستة والستة سورس بس بس ليه كده؟ الريزستنس دي كام؟ 4 8 12 واحدة واحدة 12. الطيار اللي ماشي في ال 12 دي بكام؟ هو هو الاي واحد. الطيار ده كده اسمه ايه؟ اي واحد صح؟ علشان ده اوبن سيركت صح؟ ده اوبن سيركت مش هنا دي؟ الطيار اللي ماشي هنا هو اللي ماشي هنا؟ مفيش حاجة تخش كده؟ فده كده ايه؟ اي واحد. طيب بعد كده ده ال 4 كيلو، ركزوا بقى في الدايره دي. ده كده 4 مللي وده الاي بلين. في حد مش فاهم الدايره اللي انا رسمها؟ طيب تمام كويس جدا. نحل بقى باي واحد الاي بلين في الدايره ازاي؟ بالمناسبه انا مسحت الطرفين دول عادي مش فاهمين معايا، انا عايز احسب اي واحد واي بلين. 6 و 6 ال 10 مثلا صح؟ ممكن فعلا انا هحللها دولار، بس هي فعلا ممكن نعمل سورس ترانسفورميشن ده ونعمل سورس ترانسفورميشن ديت ونبص في الدايره صح ماشي. بالضبط اول مره كده نبص الدايره كارن سورس اهو 6 على 6 ب 1 امبير، انا اسف 1 مللي عشان ده كيلو. ديت 6 بقى اللي مع 12 بكام؟ 4 ماشي زي الفلوس دي اربعة ماشي. بعد كده ده 4 مللي دي 12 كيلو باي واحد 4 كيلو باي 2 نكمل هنا اختصار. هيبقى ده كام؟ 4 فولت و 4 كيلو. في حد مش فاهم ايه ده؟ الثلاثه دول في الاخر هينزلوا فولتج سورسز مع ريزيستنس؟ في حد مش فاهم الكلام ده؟ طيب نجيب اي واحد واي اتنين ازاي؟ الاربعه دي ولا الاربعه دي ولا الاربعه دي ماشي. لا ما في هنا فولتج سورس تعمل كارنت ديفايدر ازاي؟ كارنت ديفايدر ليفل من قوتين بارد ايه؟ ممكن نكملها مش؟ ممكن نكملها مش؟ عادي. يعني مثلا سمي ده كده اي 1 انا اسف بقى يعني سمي ده اي اكس اي واي. المفروض ان الاي اكس يساوي اي 2 ناقص اي واي هيساوي 4 مللي. وتجيب ايه بقى في السوبر مش ديت؟ هتجيب معادله ما بين ايه؟ الاي اكس واي واي. هتجيب معادله ثانيه في السوبر مش في اكس وواي صح كده؟ تعرف تكسب اكس واي واي بكام؟ سهل صح؟ طيب بعد ما تحسب الكلام ده في الاخر هيطلع لك الاي واحد هو ناقص 1.4 من 10 مللي، الاي 2 2.6 من 10 طيب. طب البي 7 لما بعوض هنا بتطلع بكام؟ ناقص 0.8 فولت. تمام كده؟ بالمناسبه المساله دي انا كنت حاللها اصلا ازاي بقى؟ من الاول خالص هي نود المعادلتين. ده اللي انا حاطه في الشيت يعني. ده ريفرنس بي 6 النود دي بكام؟ بي 1 النود ديت بي 2. طبق كيس ال عند في 1 كيس ال عند في 2 حلهم هتحل الدايره. عايز تختصر دولت وبعد كده تحلها مش مش عشان هي هنا ثلاثه مش، ولو اختصرت بقت اثنين مش بقت اسهل ماشي. عايز تعمل ده وده صح، اللي هيحل دول صح اللي يختصر اللي يحلها مش صح. طب مين مين اسهل؟ انا عن رايي انا من الاول خالص هحلها اثنين بس مش فارقه كتير هنا، يعني انت مش تبذل مجهود انك تحول دي كده.
بس لو في المسائل الثانية هتلاقي ان السورس ده سهل. السورس سهل بدل ما انا مش بقى اثنين بقى دي قريبة من دي ولو اربعة بقى اثنين لا ده التفين في مسافات بينك وبين التفين. مين اللي كان بيسأل؟ نعم؟ انا كنت بحسب الدي اوبن سيركت. هنحل الدي اوبن سيركت ازاي؟ قلنا هناخد دي مع دي سيريس فبقى في الدايره. عايز تحل اللوب من هنا؟ حل. طب لا انا عايز اختصر دي واروح حل المش. حل. ده بنحسب الدي اوبن سيركت بنحسب الدي نوت. طيب ثاني خطوه بعد ما حسبت البي 7 او الدي اوبن سيركت احسب بار 7 ازاي؟ اجي على نفس الدايره دي عند الطرفين دول اعمل ايه؟ احسب دار اكويفالنت بس لما اعمل دي اكتيفيشن للسورسز دي صح كده؟ طيب يبقى نخلي ده شورت سيركت والكرنت سورس ده يبقى اوبن سيركت وهنحسب هنا الار 7 بكام؟ طيب دي 8 دي 4 دي حد مش فاهم الرسمه؟ طيب ازاي احسب هارد كوبي ولا تاني؟ الستة وال 12 دول ايه؟ بارل مش عايز اسمع ده ستة واتناشر دول بلد بعد كده سيريس مع الأربعة بلد مع الثمانية والأربعة تمام كده؟ طيب أكتب أر 7 بكام على طول؟ أر 7 هتطلع بأربعة وثمانية من عشرة كيلو البيسيبل الدلع بكام فكرتني كده؟ سالب 8 من 10 طيب لما البيسيبل اللي يطلع ليه كده هعمل ايه؟ هعكس الاشاره بتاعته الجولان تاست بتاعته يبقى اعكسها خدت 0.8 فولت والار 7 كانت بكام؟ 4.8 من 10 والريزيستنس اللي عايز اكسب الكرنت بتاعها كام؟ 6 كيلو ده كده البينو حد يقدر يقول لي البينو ده بكام؟ ها؟ 0.8 في 6 على 6 زائد 4.8 من 10 في مشكلة في الكلام ده؟ ده خاصة غلط ليه بقى؟ في نيجاتيف إن السبلاي ده معكوس كده عكس ده يبقى ايه؟ يبقى البي نوت هيطلع ناقص 0.4 فولت. طيب في مشكلة في الكلام ده؟ آخر حاجة بقى لا لا ما تعملش سورس ترانسفورميشن طالما عايز تحسب ده يا حبيبي ينفع هو ينفع بس بعملها طب انت عايز سيرفر تعمل ايه طيب؟ هو ينفع عايز كسيركت ينفع بس انا بقول لك ما تعملهاش طيب لو انا جيت بقى شلت السبلاي ده كده ورحت حاطط فولتج سورس 10 فولت وقلت لك احسب لي الاي نود هتعمل ايه؟ هتشيل السورس تجيب نفس الفيو بنسيرت نفس راس سيبلين وتروح حاطط هنا سورس كام؟ 10 فولت تطبق كي بي ان تجيب لاي نوت طب لو انا جيت بقى عملت لك كده حطيت لك ريزيستنس بس من 6 كيلو حطيت لك ريزيستنس سمول وقلت لك احسب مش ب 7
مش هقول لك تحسب ازاي، انا هقول لك احسب لي الاي ده لما الار ب 10 كيلو وب 12 كيلو وب 8 كيلو. انا مش هقول لك تحسب الاي ازاي، احسب لي الاي بالثلاث قيم دول. تعمل ايه بقى؟ مش ولا ريدو ولا تعمل ايه؟ انت عارف انت لو حليتها بقى كده هتسيب انت اكسل هتحطها ب 10 حل الدايره كلها، حطها ب 12 حل الدايره كلها، حطها ب 8 حل الدايره كلها. لكن المفروض تعمل ايه بقى؟ هي دي معزلك ارميها واحسب ايه؟ سمن اللي بقى الدايره. طيب هنا لو الار دي مره ب 6 هنحسب الار ازاي؟ 0.8 على ده زائد ب 12، 0.8 على ده زائد ده ب 8، 0.8 على ده زائد ده. تمام كده؟ يبقى لما يقول لك الريزيستنس كذا وكذا وكذا عمال يتشقلب كده في الريزيستنس دي سن. تمام؟ ومش لازم اقول لك ترى فولت، ممكن اقول لك احسب البار بتاعت الريزيستنس دي بسن عادي بقى. حد عنده سؤال؟ طيب هقول حاجه واسمعوا للاخر، ها؟ اللي عنده سؤال يجي. بس لو هتسالني لو عملت كذا في الامتحان هاخد ايه؟ هديك في سنانك. حد يجي. اللي عنده سؤال في السيركت يجي.